شكرا. خليني اقول لحضراتكم خبر وصل لنا حالا من النادي الاهلي. للاسف الشديد احمد شيخ تعرض لاصابه في المران الاخير. الاصابه عباره عن كدمه قويه في رجله، وهنعرف يعني هيخضع لفحص طبي ونعرف ان شاء الله بكره هل في الامكان ان هو يلحق بمباراه امبي ولا لا. يعني على الرغم انه الناحيه اليمين عندنا ما فيهاش غير جيرالدو والشيخ، لكن نتمنى ان شاء الله انها تكون اصابه خفيفه، خصوصا انه الراجل شغال كويس. شفناه في الماتشين المباراتين الودياتين كان فورمه كويسه جدا، وواضح انه مركز قوي، وواضح انه جسمه يعني وزنه كويس، واضح انه هو مركز قوي وعايز يعمل حاجه الفتره اللي جايه. وزي ما قلت لحضراتكم انه اي توقف طويل كده بيفتح نفس اللعيبه وهي عايزه ترجع تقدم نفسها في احسن مستوى.